السلام عليكم. اليوم جبت لكم مخمر كيجي رائع جدا وهشيش ومورق صراحة، تيجي لذيذ بزاف، نتمنى انكم تجربوه. مكونات تقريبا موجودة في كل بيت. غادي نحتاجو 500 غرام من دقيق الفرص مع 500 غرام من السميد الرقيق جدا اي الفينو. غنحتاج 3 المعالق كبار من بودرة الحليب، اللي ما عندوش يعوضها بالحليب الدافئ. غادي نحتاج كميه قليله من الملح، غادي نحتاج معلقه كبيره من السكر الخشن، معلقه كبيره من خميره الخبز، والماء الدافئ لجمع العجين. بالنسبه للطرق غادي نحتاج كميه من السميد الرقيق، ونصف كاس من الزبده دايبه، ونصف كاس من الزيت. نتمنى ان المكونات تكون واضحه. ندوزو باش نشوفوا الطريقه. غناخذ واحد الكاس صغير، غنوضع فيه الخميره والسكر، وغنضيف عليهم كميه قليله فقط من الماء الدافئ، وغنخليهم يتفاعلوا على جنب، يعني فقط يتفاعلوا ماشي ضروري تيخمروا. وغناخذ ديك الدقيق ديالي، غنوضع فيه الملح وبودره الحليب، ومن بعد ما خمرات لي او تفاعلات لي الخميره غنضيفها على المكونات الاخرى. وغادي نبقى نجمع العجين بالحليب يكون بالماء يكون دافئ، وانا كنجمع العجين يعني ما ندلكوش، فقط غير نحاول نجمعه يعني، وما نضيفش الماء دفعه واحده، يعني شويه بشويه. الا ضفتو دفعه واحده يقدر ان العجينه ديالي ولا ديك يعني تجرى تولي جاريه بزاف، وغادي خصني عاود نزيد الدقيق اللهم دفعه بدفعه، يعني الماء نضيفه شويه بشويه، وانا كنجمع يعني فقط تجمع لي بهذا الشكل هذا. وغادي نحيدها ونوضعها على سطح العمل، وانا نبقى ندلك فيها مره مره، يعني عفوا ندلك مزيان ماشي مره مره، الماء اللي غنبقى نضيفه مره مره، يعني ندلك مزيان، يعني الا بغيتوا ان المخمر ديالكم يجيكم مرق يعني ما يجيش معجن، حاولوا انكم تدلكوا العجينه مزيان، يعني تتولي ترتق في يديك، يعني تبقى يدلكيها. تقدروا تستعملوا الروبو اللي عنده الروبو. اذا هنا نتوما راه خدات معايا تقريبا 10 دقائق ديال الدليك. الا لاحظتوا فالعجينه كتجي رطبه وكتجي مطاطيه، يعني ما كتقطعش وما كتلتصقش في اليدين في نفس الوقت. وغادي نحاول ندهن يدي بشويه الزيت، وغندهن ديك الصينيه اولا البلاطو اللي غنوضع فيها الكويرات، وغنبدا نشكلهم كويرات، يعني العجينه ما نخليهاش نهائيا تخمر، يعني مباشره غنشكلها كويرات. وغادي نحطها فوق واحد البلاطو مدهون بالزيت، وغنبقى غادا بهذه الطريقه حتى نكمل جميع العجين. وغنخليها ترتاح فقط واحد تقريبا 7 دقائق، يعني ما غيبش تجيني سهله في التوراق. غنخليها ترتاح 7 دقائق، ونبدا نجيب الكره الاولى ونطلقها بهذا الشكل هذا، وانا كندهن بالزيت. ضروري ما ان سطح العمل يكون مزيت باش نتفاداو انها تلصق لينا. ونضيف الزبده ونحاول نرققها شويه، يعني ما نخليهاش غليظه وما نرققهاش بزاف تتقطع، يعني فقط نرققها. ونرش سميد الرقيق، وغنحاول ندير هذه العمليه بحال كيف كنديروا تماما المسمن، يعني غادي نجيب الطرف الايمن وعاود الطرف الايسر، ونحاول نقدهم يعني نقد الجوانب مع الجوانب مزيان. وغنعاود نرش بالزبده ونعاود ثاني ندقها واحد شويه، ومن بعد غادي نرش السميد الرقيق اي الفينو. تقدروا تستعملوا السميده الرقيقه حتى هي كتجي مزيانه في التوراق. وغادي نحاول نلويها بهذا الشكل هذا، واليدين ديالي يكونوا مرخوفتين يعني ما نزيرش. وغناخذ الجوانب او الاطراف ونحاول ندخلهم مزيان في العجين باش نتفادى انها ما تحلش ليا في عند الطهي. وغنوضعها في واحد البلاطو ونكمل جميع الكرات بنفس الشكل وبنفس الطريقة. اذا بالنسبة لهذا المخمر ما غاديش نخليه يخمر بزاف، يعني فقط واحد 10 دقائق او 15 دقيقة بالاكثر، وغندوز للطهي. اذا هنا من بعد ما دازت 10 دقائق خديت المقلاة ثقيلة والنار كانت مجهدة، يعني خليتها تسخنات مزيان، وضعت فيها الزيت ونقصت العافية، يعني فقط خليتها متوسطة، وضعت ديك الكره او ديك المخمره وقرصتها في المقله، يعني ما قرصتهاش على برا، قرصتها في وسط المقله. ومره مره نبدا نقلب، يعني كل 15 ثانيه نبدا نقلبها على الوجه الاخر، وانا كنرش بالزيت،
يعني هاد الطريقه ولا هاد العمليه كتخلي ان المخمر يتنفخ معنا ويجي مورق، يعني ما نخليوهاش تطهى تماما من واحد الجهه عاد نقلبو، لا كل مره مره نبدا نقلبها تقريبا 15، كل 15 ثانيه نقلب. وما نساوش الرش والوجه ديالها بالزيت باش كتجي محمره وكتجي اللون ديالها ذهبي، كيجي زوين. يعني الا ما رشيتش بالزيت كتجي شويه ناشفه وكتحرق. اذا غنبقى غادا على هذا الشكل هذا الا لاحظتوا راها تنفخات معايا. وباش تعرفوا ان العجين مدلوك مزيان كيبداو يتكونوا واحد الفقاعات في الجنب ديال العجين، هذاك دليل على انها تعجنات مزيان. اذا غنبقى بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كامله. وكيف قلت لكم كل مره نبدا نقلب والوجه ديالها نرشو مره مره بشويه الزيت، راه ما كيجيوش نهائيا مزيتين، كيجيو ناشفين من الداخل وطايبين وتيجيو لذادين بزاف، ما تتخيلوش شحال كيجيو لذاد. نتمنى تجربوا هذه الطريقه هذه بنفس الطريقه وبنفس يعني صراحه تيجيو لذاد بزاف. وبالتالي هذا هو الشكل ديالهم، درتو في طبق التقديم، قدمته مع العسل بطبيعه الحال كيجي ولداد مع العسل وشي كويس اتاي. نتمنى ان المخمر ديال اليوم يعجبكم، وكنقول لك الا كنتي اول مره تزوري القناه تضغطي على زر الاشتراك وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. كنقول لكم بسلامه عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. الى اللقاء.